مرحبا، كيف كان اليوم؟ رح نسوي كيكة مع ماما، خليكم معنا تابعونا. طحين 100 غرام، حليب 6 غرام، سكر، بيضات، فانيلا. جهز مكونات الكيكة مع بعض وتابعونا. بيض من الصفر، حطيناها كلها، رح نحط الزبدة والحليب مع الطحين. يلا حركي يوم. كويس كويس كويس. كيك لبيبي. هلا رح نضيف السكر. خلط. هلا رح نضيف السكر شوي شوي. برم مو زي دائرة، بس هيك دائرة، برم مو دائرة، يعني زي حد. هلا خلصت كيكتنا، جهزت حالي عشان ناكل الكيكي مع
صوتي. والسبسكرايب كل يوم اضغط على فيديو جديد كل يوم. اوكي، مع السلامه.